طيب الله أوقاتكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية عبر الشرقية. نأخذكم كالمعتاد لجولة رياضية نتعرف فيها على آخر المتابعات والمستجدات الرياضية في العراق والعالم. بإمكان جميع من يرغب مشاهدة هذه الحلقة متابعة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية. نبدأ سادتي الأحبة من ختام منافسات تصفيات آسيا الأولمبية تحت 23 عام والتي توجت بلقب لكوريا الجنوبية على حساب الأخضر السعودي، إذ توج المنتخب الكوري الجنوبي الأحد ببطولة كأس آسيا تحت 23 عام بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد في تايلاند. أحرز جونغ تاي ووك هدف الفوز والقاتل للشمشون الكوري في الدقيقة 113 ليحصد محاربو تايجوك اللقب المرة الأولى في تاريخهم. يذكر أن السعودية وكوريا الجنوبية ضمنا من قبل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بجانب استراليا اللي حققت المركز الثالث في البطولة الآسيوية على حساب منتخب أوزبكستان. حظ أوفر للأشقاء السعوديين في بطولات مقبلة، كما نتمنى الحظ الأوفر للأسود العراقي أو أسود الرافدين الأخضر العراقي اللي للأسف الشديد لم يخطف بطاقة التأهل إلى الأولمبياد، ولكن أمنا كبير بمستقبلنا. أيضا نبارك للأشقاء المصريين اللي راح يمثلون العرب إن شاء الله في أولمبياد طوكيو 2020 في منافسة كرة القدم. إلى الخبر الذي أفجع العالم منذ ليلة أمس، وهي وفاة نجم السلة العالمي كوبي براينت بحادث تحطم طائرته الخاصة، إذ أكدت الشرطة الأمريكية هذا اليوم وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا بحسب صحيفة ديلي بيل البريطانية. وأن تحقيقات الشرطة الأمريكية أكدت تواجد براينت على متن الطائرة المنكوبة ووفاته عن عمر يناهز 40 عام. وأشارت إلى أن براينت كان يسافر مع 4 أشخاص آخرين في مروحيته الخاصة عندما تحطمت، مما أسفر عن مقتل الجميع. وما زال سبب الحادث قيد التحقيق، وليس من الواضح مكان إقلاع الطائرة أو وجهتها قبل سقوطها. وأمضى براينت 20 عاما مع لوس أنجلس ليجرز، فاز بخمس بطولات للدوري الأمريكي للمحترفين قبل اعتزاله عام 2016، ويعتبر براينت أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يلعب 20 موسما على الأقل. إذن سادتي الأحبة متواصلين معكم في التعرف على آخر متابعاتنا الرياضية، نذهب بكم إلى الشأن المحلي الرياضي وبالتحديد إلى لجنة المسابقات اللي جرت هذا اليوم في بغداد قرعة منافسات دوري الكرة الممتاز بحلته الجديدة بعد أن اتفق الجميع على عودة مباريات الدوري في منطقة كردستان، إذ سحبت اليوم قرعة مباريات دوري كرة الممتاز بآليت الجديدة، حيث ستحتضن مدن إقليم كردستان منافسات. المجموعة الأولى اللي راح تقام في زاخو ضمت أندية الزوراء ونفط الجنوب الميناء النجف الكهرباء، أما المجموعة الثانية اللي راح تقام في دهوك فضمت كل من القوة الجوية الحدود الصناعات الكهربائية أمانة بغداد النفط، أما المجموعة الثالثة اللي راح تقام منافساتها في أربيل فضمت أندية الشرطة وأربيل نفط ميسان نفط الوسط الطلبة. اتحاد الكرة قرر إقامة مباريات الدوري في إقليم كردستان بسبب الأوضاع الجارية في بقية المدن العراقية، وتقام منافسات الدوري وفق نظام المجاميع على يتأهل فريقان من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، إلا أن الأندية الستة المتأهلة ستلعب دوريا من مرحلة واحدة
لتحديد هوية البطل. طبعا نتمنى الموفقية والنجاح إلى عودة دورينا. أضعف الإيمان أنه إحنا نلعب في كردستان العراق، كردستان الحبيبة اللي تنعم بالأمن والأمان، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن أيضا على بقية محافظاتنا العزيزة. الدوري من ثلاث مجاميع ومرحلة واحدة أفضل من أن لا يكون هناك دورية، لأنه إحنا تعرفون الأضرار اللي لحقت بالأندية العراقية وما ألقى بظلال توقف الدوري على نتائج منتخباتنا ودورينا، وشفتوا اللي صار مع أنديتنا اللي شاركت في دوري أبطال العرب والملحق الآسيوي. الدوري الشريان الحقيقي لدعم الكرة العراقية، وعندنا بشهر 3 أيضا استحقاقات تصفيات كأس الأمم الآسيوية وتصفيات كأس العالم، ومنتخبنا عندنا 3 لعبات أمام إيران وكمبوديا وهونغ كونغ، وبالتالي الكل يعول على إجراء مباريات الدوري. إحنا يوم غد راح نقف ونتحدث بتفاصيل آلية الدوري وموضوعه بإذن الله تعالى. مباشرة نذهب إلى محافظة بابل العزيز الغالية وزميلنا علي الفتلاوي، ومنافسات بطولة بناء الأجسام للمحافظات اللي أشرف عليها اتحاد بناء الأجسام فرع بابل. إذ نظم اتحاد بناء الأجسام فرع بابل بطولة أندية المحافظة بمشاركة 10 أندية من مختلف المحافظات بمشاركة 130 لاعب. منظمو البطولة أكدوا أن هذه المنافسات تعتبر من أفضل البطولات على مستوى المحافظة، وأن مثل هكذا بطولات تساهم في إظهار المواهب لرفد منتخباتنا الوطنية وتبني قدرة اللاعب العراقي في مسيرة لعبة بناء الأجسام والإعداد للاستحقاقات المقبلة. هذه اللقطات من وحي منافسات البطولة اللي احتضنتها محافظة بابل، وأكيد عدسة الشوط الثالث وزميلنا علي الفتلاوي كانوا حاضرين لتغطية فعاليات هذه البطولة. الموفقية والنجاح لاتحاد بناء الأجسام في بابل وإلى لاعبينا. أكيد هذه البطولة أثمرت عن الكثير من المواهب اللي ممكن أن نستفيد من عدها إن شاء الله مستقبلا، ويكونوا خير عون للمنتخبات الوطنية. أيضا زميلنا علي الفتلاوي أجرى هذه اللقاءات مع عدد من المشرفين على منافسات هذه البطولة، نتابع. ينظم اتحاد بناء الأجسام فرع بابل بطولة أندية المحافظة لفئة المتقدمين بمشاركة 10 أندية بواقع 130 لاعب في هذه البطولة. هذه البطولة تعتبر أقوى بطولة لحد الآن أقيمت في محافظة بابل على مستوى الأندية. لم نشهد الأعداد الغفيرة التي شاركوا في هذه البطولة، بالإضافة إلى أنه يتمتعون بجسم رائع ولياقة بدنية لهؤلاء اللاعبين بواسطة أنه انتشار هذه اللعبة في محافظة بابل والقاعات الأهلية خصوصا. بصراحة البطولة تفاجأت بالعدد اللي مشاركين في هذه البطولة، حوالي 130 لاعب، 10 أندية، وكذلك المستويات اللي موجودة الآن على المسرح مفاجئة، يعني الأوزان متقاربة، المستويات متقاربة، حتى الحكام بدأوا يتأخرون بإعطاء النتائج، ذلك لقوة المتسابقين والمستويات المتقاربة بيناتهم. بداية حديثي أشكر حضوركم الكريم، حضور قناة الشرقية، لهذا الإنجاز اللي نقدمه إن شاء الله. حقيقة البطولة كلها جيدة، وهذه البطولات تولد لنا خامات تأهلهم البطولات المستقبلية إن شاء الله، كبطولة العراق والبطولات الدولية. البطولة واللعبة هذه بصورة عامة نلاحظ عليها إقبال كبير من قبل الشباب، إن شاء الله إحنا ما نقصر ويا كل الشباب، وإن شاء الله دائما تكون البطولات داخل محافظة بابل بالمستوى اللي يليق واللي يرفع من شأن هذه اللعبة.
شكرا لزميلنا علي الفتلاوي ولكل المتحدثين. أكيد أرجع وأقول نحتاج إلى دعم لرياضة المحافظات وبالذات محافظة بابل اللي ما تمتلك أبسط مقومات إقامة هكذا بطولات، لكن الناس تريد تعيش والرياضيين يحبون الرياضة يحبون ألعابهم ودي يشتغلون بالممكن، لكن الطموح إيش وقت الله أعلم، بس هم أهل القرار والباقين. أما إحنا ما ندري، إحنا اللي علينا نحاول أن نثير هذا الموضوع ونقول يا ربع يا جماعة خافوا الله والتفتوا على الرياضيين، بس إذا ما تخاف الله شو أسوي لكاني. مشاهدينا الأحبة، نائب رئيس نادي القوة الجوية وليد الزيدي اعترض على آلية انطلاق الدوري اللي وصفها إنها ستضر كثيرا الأندية الجماهيرية من ناحية تحمل العبء المالي وأيضا خسارة للجماهير اللي ما راح تآزرة، وبالتالي هو يعتمد على القاعدة الجماهيرية اللي يمتلكها فريق القوة الجوية. زميلنا محمد الخفاجي أجرى هذا الحوار مع وليد الزيدي اللي تحدث وقال الأضرار اللي راح تلحق بفريق القوة الجوية جراء مشاركته بدوري المجاميع في كردستان. نتابع. اليوم اجتمعت الأندية العشرين اللي مشتركة بالدوري الممتاز ويا لجنة المسابقات مع لجنة المسابقات وخرجوا بنتيجة مضطرين إلى اللي قدامكم، لأن يعني طموحنا أنه لأن كون النادي جماهير نادي القوة الجوية طموحنا أن نلعب دوري عام وذهاب وإياب مع الفرق وجمهورنا يعازرنا ورافقنا. صار الاتفاق أنه ثلاث مجاميع تكون في إقليم كردستان بنظام الذهاب والإياب، كل مجموعة خمسة فرق يعني تلعب ذهاب وإياب، بعد تترشح فريقا من كل مجموعة يصير تجمع لست فرق بنظام دوري مرحلة واحدة. في حالة تحسن الوضع في بغداد راح تصير المجاميع ذهاب وياب، يعني اذهب ملعبه واذا يجي يلعب ملعبي، واذا استمر الوضع امن راح يصير التجمع الست فرق في بغداد في ملعب الشعب. خلاف هذا راح يصير في اقليم كردستان. تقول لي طموحكم؟ ابدا مو طموحنا هذا، احنا طموحنا دوري عام وجمهورنا يعازرنا ويرافقنا، لكن حتى نمضي بالدوري وحتى نحدد البطل والوصيف حتى السنه الجايه يبدا الدوري من بالتوقيتات المضبوطه، اثنين حتى ما نفقد المشاركه في ابطال اسيا اللي الجميع يعرف انه نادي القوه الجويه بحراسه ثلاث بطولات كاس الاتحاد الاسيوي وبطولات العفو اعطى فرصه للعراق ان يكون لنا قاعدين في أبطال آسيا. مضطرين لهذا الاتفاق حتى يمضي الدوري ونأسس لدوري قادم أو سنة جديدة إن شاء الله. وقد قضية الجمهور، إحنا كنادي القوة الجوية وأنا أعلن من أمام فضائيتكم راح نقعد مع رابطة مشجعي نادي القوة الجوية ونوضع آلية سلسة أو سهلة حتى يجون أغلب جمهورنا إلى الإقليم في حالة إذا لعبنا بالإقليم من 2022 والوضع كذا نحضر جمهورنا حتى يشجعنا مثل ما نظمنا الأمور أعتقد في مباراتنا بالجزاء مع فريق الجزائر في أربيل. احنا نشكر السيد وليد الزيدي على ما ادلى به، بس احنا نقول اكو مثل يقول مجبر اخاك لا بطل. يا اخوان هذا وضع البلد، واحنا تحدثنا مرارا وتكرارا عبر هذا المنبر وقلنا انه احنا يرادلنا شوية تنازلات حتى تمشي العجلة، لانه احنا نجمع الدوري. نعم انا وياكم اكو اندية كثيرة راح تفقد الكثير من خواصها، ليش؟ اكو اندية تعتمد على الجمهور ودعم الجمهور وريع المباريات، هاي إذا الوزارة قامت تنطي فلوس. أنا ما أدري بزمن عبطان قطع المي والكهرباء، هسه بزمن هذا ما أدري بعد ما أعرف، لكن أرجع وأقول نعم الأندية الجماهيرية تبحث عن الصيحات والحضور الجماهيري، لكن الآن أعتقد جمهورنا العزيز الغالي يعني موجود بكثرة وبغزارة في كردستان، اللي دي يتونس واللي يقضي جو واللي واللي، والآن الحمد لله والشكر الأمور سالكة، يعني طيارة 45 دقيقة وبالسيارة أعتقد 4 ساعات والأمور طيبة والناس تقدر تروح. وبالتالي أتمنى الخير وأن تمشي عجلة الدوري، لأنه هذه النقطة أفضل بكثير من أن لا يكون هناك دوريا. أذهب إلى تصريح آخر قبل أن أذهب إلى محور حلقة هذا اليوم، وبالتحديد السيد شاكر الجبوري عضو الهيئة العامة لاتحاد الكرة، هو بذات الوقت طبعا ممثل نادي الزوراء من سر إدارة الزوراء، وأيضا هو مدير الشؤون القانونية في وزارة الشباب، اللي شكر اتحاد الكرة على تقديم استقالتهم، وبالتالي الآن شاكر والكلام إليه، على الجميع أن يفكر في تشكيل الهيئة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد وما ينتظره الكثير الكثير. أيضا تحدث عن
اقتناع الهيئة العامة بالتقريرين المالي والإداري اللي صوتوا عليه الجميع في اجتماع أول من أمس. نتابع ما تحدث به شاكر الجبوري لعدسة الشوط الثالث. اليوم تعرفون انتوا جرى قبل هذا المؤتمر كان اكو موضوع للهيئة الأندية المشاركة في الدوري وناقشنا مسألة الدوري. اليوم مناقشة يعني في هذا المؤتمر مناقشة تقريرين، هو التقرير المالي والتقرير الإداري اللي هو عرض الاتحاد في فترة سابقة، كان منطينا التقرير المالي والإداري، تمت المصادقة عليه بجميع فقراته سواء كان بالتقرير الإداري أو التقرير المالي. الشيء الأهم في هذا الموضوع أنه أيضا المصادقة على قرارات الاستقالة في اتحاد اليوم اللي يعني قدمها، واعتقد احنا المفروض بنا كهيئة عامة نشكر الاتحاد على ما عمله في السابق وعلى عملهم المضني في الفترة السابقة. نتمنى أنه الإخوان القادمين لهم كل الموفقية والنجاح في عملهم، وهي هاي حال الدنيا، اليوم أنت تعمل وعلى الآخرين أيضا يدفعون بعجلة العمل القادم إذا كانت هناك نية صادقة للعمل، وأكيد راح تكون لجان وتكون اتحاد وهيئة جديدة ممكن أن تعمل وفق المعطيات اللي ممكن أن تتاح لها في المرحلة القادمة إن شاء الله. شكرا للسيد شاكر الجبوري، وكل الموفقية لكل من يريد الخير للكرة العراقية للرياضة العراقية. تحدثنا يوم أمس وقلنا إحنا أمام مفترق طرق، إحنا أمام مسؤوليات مهمة وصعبة، إحنا الآن أمام مشكلة الكثيرين مدى يعرفوها، هي الفراغ الإداري اللي راح يحل بالكرة العراقية. من سيدير الدوري؟ من سيدير لجنة الحكام، المسابقات، لجنة الانضباط، استحقاقات منتخباتنا الوطنية؟ فالكثير من الأمور هذه إحنا الآن على المحك وننتظر مستجدات الوضع اللي أأمل بإذن الله تعالى ألا يؤثر على منتخبنا الوطني اللي متصدر مجموعته، وأكيد طموحنا ما زال قائم بالذهاب إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية. سادتي الأحبة، إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم واللي راح نتحدث فيه عن مشاركة منتخبنا الوطني بكرة اليد في بطولة آسيا اللي احتضنتها الكويت واللي حصل منتخبنا الوطني على المركز التاسع. لماذا حصلنا على المركز التاسع؟ هل كان بالإمكان أن نحصل على مركز أفضل؟ خسارتين تعرض لهما منتخبنا في بادئ المشوار أمام الكويت وأمام الإمارات، ربما خسارة الإمارات كانت غير متوقعة، لكن عاد منتخبنا الوطني وحقق 3 مباريات فوز، هي تحسين الوضع، لكن هذه ما لبت الطموحات، وبالتالي لعبنا من المركز التاسع إلى 13 وحصلنا على المركز التاسع. الأسباب الحقيقية اللي أدت إلى أن نحصل على هذا المركز رح أناقشها مع ضيفتي الكريمة، وهي واحدة من نجوم كرة اليد العراقية، لاعبة منتخبنا الوطني السابقة، وهي الآن نائب رئيس اتحاد كرة اليد، السيدة العزيزة اعتبار محمد. مرحبا بحضرتك ضيفة كريمة في الشوط الثالث عبر الشرقية. حياك الله أستاذ محمد، شاكرة دعوتك الجميلة وسعيدة أن أكون مع حضرتك ببرنامجك الرائع. الله يسلمك، سعيدة وجبناك بالقوة يا سعيدة. الله يرضى عليك. هي طبعا بحقيقة تقول أني يعني أريد أجي وأني فرحانة ومحققين شيء، لأنه كنا نريد نحقق شيء، لكن اليوم رح نتحدث عن الأسباب الحقيقية. وأني أعرف اعتبار يعني معرفة شخصية بأنها يعني دائما تتحدث بالحق، وهذا ما نبحث عنه، لأن طموحنا المركز الأفضل. وبالمناسبة أني يعني أني وكثيرين اعتبرناها مخيبة للآمال نتيجتنا التاسع على آسيا، لأن شفنا منتخبنا في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا أبطال كانوا، فقلنا بعد سنتين ما شاء الله هذا الفريق إذا تعبنا عليه واشتغلنا عليه راح يحقق نتيجة. أعود مرة أخرى سيدتي الكريمة، لماذا المركز التاسع؟ أستاذ محمد، ما نقدر نختزل هذا السؤال يعني بإجابة محددة، خليني أقول لك، إحنا بالبداية نقول الرياضة واللعب فوز وخسارة، أكيد، لكن مرات لما تكون خسارة بطعم الفوز تكون خسارة مشرفة، وإحنا نبحث عنها، يعني خلي يطلع فريقك خاسر بس يقدم المستوى الفني اللي أنت ترضي عليه كقائم وكموفر إلى جميع الاحتياجات اللي تأهله أنه يؤدي هذا المستوى. اللي صار أنه الاتحاد ما قصر، عمل معسكرات تدريبية مستمرة لهذا المنتخب، علما أنه معسكرين فقط بالبحرين وبالكويت؟ لا أستاذي، عفوا أصحح لك المعلومة، يعني هذا آخر معسكرين قبل التوجه للبطولة؟ آخر معسكرين، نعم آخر. هل كانت معسكرات؟ كانت معسكرات، خليني أقول لك إحنا
انتهينا من الدوري 1-5 السنة الماضية، 8-5 إن أحسنت السنة الماضية خلصنا 1-5، 8-5 كانت دعوة الرئيس الأذربيجاني شارك بها، نفس التوليفة نفس المجموعة اللي تعب عليها الاتحاد لفترات سابقة ودعمه وشارك هذا الجروب. خليني أقول ما أقدر أقول لك لأنهم معظمهم يمثلون نادي معين وبالإضافة إلى أنهم يمثلون منتخبنا الوطني. فبعدها بطولة الرئيس في الأذربيجاني ورجع الجروب تمرن ضمن أنديته، بعدها راح عندنا معسكر سوينا بسليمانية، بعد معسكر سليمانية إجا معسكر إيران، بعد معسكر إيران إجا معسكر تونس. بس تقولي هذول المعسكرات اللي ثلاثة أنا كفنية لا ما ملبية للطموح، لأنه الفريق لما راح لعب لعب مع أندية ما لعب مع منتخبات، بينما معسكر مصر كان حالة فارقة وأثرت يعني، وأنا أعتب عليه اللي هو عضو الاتحاد معايا وهو لاعب وعملاق من كرة اليد العراقية هيثم عبد الستار، هو مشرف المنتخب الوطني. كان يعني يتحدث، احنا عندنا جروب انت تعرف اي اتحاد او خلية عمل عندنا جروب، فكان يتحدث بفوز واني كنت اقول احنا ما نبحث عن الفوز بالمعسكرات بقد ما نبحث عن الفوز في المستحقات الرسمية. نعم في المنافسات، فاني ما يسعدني انه افوز على اندية واجي اني منتخب بواقع الحال الاندية اللي اني دا اروح راح تستفاد من عندي، مو اني اللي راح استفاد من عنده. بس معسكر مصر بالإضافة إلى معسكر البحرين لعبنا مع الأندية بالمناسبة المصرية. مصر حصلت على كأس أمم أفريقيا بعد فوز على تونس، مبارك لهم أيضا وحضوفر لأشقاء تونسيين أكيد هم أشقانا الاثنين وهم عمالقة كرة اليد الأفريقية والعربية يعني هم ممثلين بكأس العالم ونفتخر بهم. فتحية لهم ولكل إخواني المصريين من المنبرك هذا والتونسيين لأنه تربطني معهم علاقات تعرف أنت صداقة باتحادنا العربي. نرجع لسلسلة الأفكار اللي ما نريد نقطعها، لما أجل المنتخب وشارك بهذه البطولة كان إعداده أتصوره كافي، بس تقول لي يرتقي إلى أعداد الفرق اللي داخلة هذه المنافسات؟ لا، لأنه نعم. إحنا نفتقر لكثير من عوامل النجاح أقلها البنى التحتية. نعم. إضافة إلى مواضيع أخرى يمكن أنت بالبداية نحكي بيها نعم. ست اعتبار أنا حتى أيضا أكون منطقي وكوني أنا عراقي وابن البلد. نعم. يعني أنا ما أقدر أحاسب اتحاد والاتحاد عايش على خلالات العبد. نعم. يعني حتى أكون منطقي يا جماعة أرجع وأقول الأموال تصنع الإنجازات، أنا لست بدفاعا عن اتحادات تغط في سبات عميق، هاي نحاسبها بحكم ما يسمح أن مهنتنا نتحاسبهم، إحنا مو قضاء، لكن أكو اتحادات تجد وتجتهد وشهادتي مجروحة باتحاد كرة اليد اللي أوجه له التحية خصوصا يعني السيد اعتبار اللي قاعدة وأيضا الأستاذ سلام عواد اللي ما ادخر جهد، بس إذا ميزانيته يعني محكومة بكذا مبلغ ما عنده بنى تحتية، كنت أتمنى هاي المعسكرات اللي صرفنا عليها فلوس لو موجودة في بغداد ونجيب منتخبات تلعب عندنا وإحنا عندنا القاعة وعندنا الإمكانية يمكن كان استفادينا أكثر. لكن أنا أرجع وأقول كنا نتمنى ونمني النفس أن نحصل على أفضل وأفضل. أرجع مرة أخرى لسبب اللي تحدثت به الآن يعني منطقي جدا، لكن أكو فرق ست اعتبار ما بين منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا وما شاء الله عليهم يعني قدموا أداء أمام منتخبات عملاقة اليابان قطر وقطر يعني معناتها العالم بالضبط. والبحرين البحرين اللي تنافس أيضا على العالمية. فقلنا هاي الشباب بعد سنتين في أمم آسيا أو في كأس آسيا بالكويت راح يكون إلنا شأن، لكن اللي ألاحظ أنه للأسف الشديد مرتقينا إلى سلم الطموح، يعني إحنا خامس في آسيا دورة الألعاب الآسيوية، تاسع في بطولة آسيا بكرة اليد. نعم. من منبرك هذا أحب أوجه الشكر الشخصيتين قيادية اللي هو سيادة الوزير وهو لاعب يعني منتخب وطني سابق بكرة اليد وابن لعبة، والسيد سلام عواد اللي هو رئيس الاتحاد وجروب الاتحاد، لأنه هم الاثنين دعموا وعملوا على مشاركة هذا المنتخب، ولكل لاعب نزلت من عنده قطرة عرق في أرض الملعب سواء داخل العراق وخارج العراق، لأنه أنا كنت لاعبة وكل لاعب أمنيته أنه يقدم مستوى مشرف وأمنيته يرفع علم بلده وينعزف له السلام الوطني وأمنيته أن يحصل على المراكز. لكن مرات إحنا نقول أنه بدل ما تلعن الظلام اشعل شمعة، فإحنا كاتحاد شعلنا هذه الشمعة وبلشنا نشارك، والتمواكب
مشاركاته. الفكر هو نفس الفكر استاذي، حتى اقول لك اياها بصراحه. هذا الفريق لما اني يحصل هذا الجروب يحصل على ميداليه في بطولة التضامن الإسلامي سنة 2017، هو نفسه دخل مثل ما تفضلت في دورة الألعاب الآسيوية وكنا خامس على آسيا. نعم هو نفسه نادي الشرطة المجروب المعظمة يعني من نادي الشرطة الأندية العربية أحسن. فهذا لما أنت تشوف هذا الإنجاز مثل ما أنت تقول، يعني شنو اللي يخيب يجي آمالك؟ خليني أقول لك إياها وأكون صريحة، ولا ضغينة ضد أي شخصية ولا شخصنا لأي أمر. أنا أقول لك إياه هو فكر تدريبي غير متجدد وغير متطور. يعني حضرتك تحملين المدرب المسؤولية؟ نعم أحمل المدرب المسؤولية بسبب يعني أستاذي طوال فترته الموجودة. أسرة كرة اليد متعلمة على اعتبار تحكي الحق وما يأخذها بالحق لو ما تلاقي، هاي رقم واحد. يعني أنا بوجه أني أستاذ ظافر قامة عملاق، يعني قدم وأعطى، بس الرجل أنا أقول يعني يسمح لي أقولها استنفذ ما عنده. إحنا بحاجة إلى فكر متجدد. فكر متطور، فكر يدفعنا للأمام. يعني حتى اللاعبين مرات أنا لاعب ممكن لما يكون يعني أكثر من مدرب علي أشوف أنماط تدريبية غير، يعني تقدر كل واحد عنده فلسفة، كل واحد أدى ممكن أتطور، ممكن هنا يخدمني بكذا. هو ما قصر الرجل، ما قصر، تحية له والكتيبته. بس بنفس الوقت أقول لك حتى باختياره بالبداية، يعني هذول الجروب هم نفسه بالاختيارات كان ممكن أنه يستعيض بناس. طب وين دوركم؟ استاذي انا يعني قلت لك عندنا مشرف منتخب وطني اللي هو هيثم عبد الستار والاتحاد يوجه. نعم حقكم بالضبط. انتم اذا لكم وجهه نظر معينه شلون صرتوا انتم؟ نعم نعم رئيس نعم ونائب. نعم يا بتعال ترى هذا يعني وجهه نظرنا استاذي. طيب وجهه استاذي نظر معينه. لا لا خليني يعني اكمل لك. الجروب الجايه هو افضل ما موجود عندك من الانديه، بس اكو يعني بعض المراكز كان ممكن انه مثلا انا شفت الخط الخلفي يحتاج الى قوه ضاربه لما غياب علي عدنان عن الفريق بسبب اصابته، هذه يعني اثرت اكيد اثرت. بس الفريق لعبتنا جماعيه مو لعبه فرديه، يعني يعني الولد ما قصروا ادوا كل اللي عندهم، بس الجمله التكتيكيه ما كانت تكتمل، وهذا ادى الى ان يروحون للعب الفردي. هذا دور المدرب اكيد، الجمل أكيد التكتيكيه اكيد اكيد. نعم. والا التكتيك منو يطي استاذي؟ المدرب. من يطي؟ تبقى مهاره اللاعب توظب اللاعبين مهاراتهم عاليه بالضبط. نعم. مهاراتهم عاليه وممتازين، ولهذا قلت لك راح اقول اللعب الفردي ويعني كانت الجمله واضحه للعيان، يعني ما صار بيها تغيير، ما غيرنا بابناء انماط. نعم. دفاعيه ما غيرنا بنفس الحركات اللي انحطت. طيب. حركتنا استاذ خليني اكمل. تفضلي. يعني استاذ ظافر من خيرة مدربينه، وهناك مدربين شباب وأكفاء. لما كان اتحادنا وأني لاعبة من زمان يعني الحمد لله العمر. ظافر ما كان يلعب يد؟ لا كان هو ساحة وميدان يعني. ها كان يلعب قوة وإجا صار مدرب. نعم طور. مو لاعب منتخب وطني. نعم مو لاعب. نعم بس هو يعني اجتهد الرجل وثابر وحقق بصمة. وأصبح من المدربين على مستوى العراق. مدربين ومستوى حتى يعني البلدان العربية أخذته عمل بصمة. نعم. بس مرات أنت تحاول يعني تتغير أنت تغير. لما كان اتحاد اليد بمدربين عمالقة أمثال دكتور سعد محسن. نعم وجه له التحية. نعم وجه له تحية. نعم. وأزاد قطيبة. محمد أمين. نعم. ولا قتيبة كان لاعب وقتها. أزاد محمد أمين يعني. نعم. بدي أقول لك بالضبط. بعدين نعم. جا جيل قتيبة وصباح داود ومنصير وهذول. نعم. الجروب. فلما كانوا هذول الناس العمالقة وعدهم هم اللي أوجه تحية لدكتور كمال عارف اللي يتصل يوميا يرجف من ألمانيا. نعم. يرجف من ألمانيا اعتبار اليد. نعم هذا المنتخب. نعم. يعني أنا لما أذرف دمعتي على شبابنا يعني. نعم. بهاي الظروف. نعم. يعني طيب ايش ما استخدمنا صباح خليني داود أقول لك دقيقة مو أني أريد هم يعني لا مو حتى لا عفوا اريد اكمل فكره معينه. احنا نريد دقيقه تارك. مو لا مو احنا هسه على قولته انه اجن نعم زين احنا عندنا الان صباح داود نوجه له التحيه رجل يعمل بالامارات. نعم. ممكن احنا نستقطبه والرجل انا متوقع مليار بالمئه. نعم. والله ما يدور ماده. اي نعم. يعني نعم. حتى تقولون مثلا عندكم عذر هم فكر متجدد وحضرتك وصفتيه من المدربين العمالقه. نعم وبالاضافه الى ابن جعفر يعني من اخفاقات واحده من يعني اخفاقات استاذ ظافر عندنا جعفر الولد شاب
هو ناشئ كان لعب المنتخب الناشئين وشاب مرتب خط خلفي ضارب وصغير بالعمر كان ممكن يعني ياخذ بس الظهر مرات الخلافات الشخصية يعني أكو خلاف يعني ممكن والله أتصور اللي إذا تطرح ظلاله يعني على لا بس يعني مصلحة وطن بالضبط أحسن وطن. أنا هذا اللي أقوله مصلحة الوطن أكبر من اعتبار وأكبر من أستاذ محمد وأكثر من رواية ناس يعني ما أعرف هو يجوز فكرة التدريبية أستاذي أنا ما ألومه يعني يجوز عدة يعني وجهة نظر معينة نعم. أنا اللي أقوله لما استخدمنا مدربين أجانب وكانت الساحة لا تخلو مدربين على مالقة مثل ما قلت لك من سعد محسن دكتور سعد محسن عفوا أستاذ أزاد محمد أمين حسين علوان فلاح حميد هذول كلهم كانوا مدربين دكتور علي تركي نعم. هذول كانوا موجودين بالساحة ومدربين نعم. عاملين نعم. وكانوا لهم بصمتهم بس الاتحاد ارتأى أن يستخدم مدرب ألكسندر جابوا لنا مدرب ستيفان من هنغاريا جابوا لنا إحنا حتى سيدات جابوا لنا صيني جن وجابوا لنا فلاديمير روسي يعني شنو معناته؟ أنت تحكين هاي بذاك الوقت؟ القصد إحنا يعني أستاذي إحنا نستفاد من طيب بس أنتوا تقودون الاتحاد مو مثل ما أنت تفضلت يعني سألنا من فمك أدينا افترت بس أنت صاحبة قرار نعم ما أنت تقودين الآن سمعان يعني بالفيلم لما يقولك أنا على دين محمد حتى كل الأعضاء وكل الناس وكل الليل العامة وكل أسرتي أنا مع المدرب الأجنبي طيب حتى أنا أقول لك أكو صوت معاك في الاتحاد أنه نعم إيه شاطرني الرأي مجموعة من أعضاء الاتحاد وحتى مجموعة من الناس القائمين بالوزارة وبالهيئتنا العامة لكن هذا المدرب الأجنبي كم يحتاج توفير لو أنا موفرة للمدرب الأجنبي نعم. أستاذ رح أقصر بالمعسكرات صحيح تمام فالمبالغ الوزير مو ياكم هو كان يلعب يد ما قصر الوزير بصراحه ما قصر اذا انتم عندكم تقولوا له يابا راح نجيب لك مدرب اجنبي لا مو الفكره بالبدايه نعم الفكره بالبدايه لما قعدنا واني اول اجتماع قعدنا بالاتحاد الجديد بحلته الجديده وكنت الشرقيه حاضره كاميرتها باول اجتماع عندنا وحطينا اسس ومبادئ انا كنا اني حتى احكيها امام الملأ كله ولا اخجل ولا اخاف اني دعيت الى استخدام مدرب اجنبي فقالوا هذا المدرب لازم نطرح انت تعرف انه هناك واحد اثنين ثلاثة منتهي زين ست اعتبار عندكم آلية لاستخدام المدرب الأجنبي يعني أكيد يراد العلاقات ويراد لسيبي هذا اللي أقول لك يا نعم وأنا اللي أدري بي أنه يعني توليفة الاتحاد كلها يعني محصورة ما بين شخصين ثلاثة اللي تتمتعون بعلاقات يؤسفني أقول متواضعة يعني يؤسفني بغض النظر عنك إنه أنت عندك علاقات على مستوى الاتحاد العربي الله يخليك خلينا نبدي إحنا خلينا نبدي نعبر بلدنا ونروح للعرب وبعدين نروح أدهم على الأجانب إيش ما يكون أي مدرب راح الآلية موجودة الآن الآلية موجودة إن شاء الله ما هاني قلت لك إياها بس أنت تعرف الأولمبية والوزارة وما صار الشرخ وما صار رجعت الأولمبية إن شاء الله إن شاء الله القصد هذه عطلت وعرقلت يعني بدأت تتجه كاتحاد إذا تتذكر أنت واكبت كل هذه المواضيع باتحاد كرة اليد يعني الميزانية من ناخذها الأولمبية أو الوزارة من راح يصرف منه كذا طيب. إلا أن ترتب العمل وأستاذ ظافر قلت لك هو رجل عملاق وأوجه له تحية وبارك الله به وبجهوده بس أنا مع الفكر المتجدد مع التغيير مع عدم النمطية بالعمل مع أكثر من فلسفة تدريبية أنا وجهة نظري المتواضعة نعم. يعني أضعها يمكن أنا استمدها من كرة القدم مع الفروقات نعم. يعني لا هلا ولا مرحبا بالمدرب الأجنبي اللي ما يرتقي بواقع لعبتي أحسنت. وعندي مدرب محلي أفضل منه أحسنت. أنا لو أجيب لو ما أجيب لو نعم. ما أجيب نعم. لو أصاحب خوص صاحب لو أظل من غير صاحب بالضبط أنا أجيب مدرب يرتقي بلعبتي أحسنت. لأن أنا عندي الآن يعني أوجه التحية أنا أيضا للأخ ظافر اللي قافل تليفونه بالمناسبة لأن إحنا صارنا 3 أيام نتصل عليه وما أدري إذا كل مدرب يعني يتعرض لإخفاقه ويغلق تليفونه 2 أو 3 احنا من حقنا الاعلام ان نعرف الاسباب الحقيقيه اكيد لانه انا هم عندي سؤال الست اعتبار انه الاتحاد يعني هل عقد جلسه مع المدرب مع اللاعبين عقب المشاركه لانه هذا معمول به انه احنا نقعد نناقش ونخلي النقاط على الحروف سؤالي حتى تجيبيني عليه حتى اذهب الى سؤال اخر نعم. عندكم قاعده ويا المدرب قعدتوا لا شنو الموضوع حد لانه البطوله البارحه انت تعرف اول نعم البارحه يعني يلا رجعت الوفود واستقرت ما نعم. اكذب عليك لحد الان احنا ما قاعدين وان شاء الله يجب عدكم؟ احنا عدنا يفترض استاذ محمد نعم. لانه احنا ما معناتها الفوز ينسيك والخسارة اللي تخليك أكيد تقعد أكيد إحنا لازم أنت تقعد تقيم عملك في حالة الفوز وفي حالة الخسارة في حالة الآن حتى قلت إحنا لو عبرنا هاي المرحلة وفزنا وتأهلنا فيما بعد هذه المرحلة إيش راح نسوي ولهذا أنا دعيت للمدرب الأجنبي لأنه طيب أنت لما تلعب كأس عالم يعني لازم أنا وياك أكو طفرة صارت يعني حتى بدول الجوار والدول العربية بالمناسبة العراق
يعني في كرة اليد وباقي الألعاب مو عراق السبعينات والثمانينات. نعم. يا جماعة ترى احنا ظلينا نراوح والناس تشبخ. صح. يعني انتوا لو تشوفون العرب، يمكن أنا متأكد أهل اليد وعشاق اليد يعرفون، تدرون كم منتخب عربي ينافس على العالم؟ تونس ومصر والبحرين وقطر والسعودية، والآن هسه طلعت الكويت، لأنه رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أحمد الفهد هو رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد، يعني أكيد أكو دعم و و و. فإحنا رجعنا ترى هواية، رجعنا للأسف، وما أعرف الظروف، ما أدري إحنا، ما أدري، على كل ست اعتبار. نعم. خسارتين أمام الكويت والإمارات، ربما مع الكويت قد تكون منطقية. نعم. لأنهم أصحاب الدار واعتبارات كثيرة. نعم. نعرف بها كل الزين، لكن أمام الإمارات كنا نعرف أنه إحنا أفضل من الأشقاء بكثير. نخسر بفارق هدف وبلحظات أخيرة، يعني هاي القشة التي قسمت ظهر البعير. أحسن. أنا من البداية الشوط الأول لو شفت، لهذا يعني عتبي على المدرب كبير، لأنه من البداية الشوط الأول لما أنت متقدم والفريق يلتحق بك وتشوف نشاط هذا الفريق دا يصعد، يعني أنت عندك تلوح على الأقل بالتايم أوت، إذا تلاحظ أو الكل اللي تابعه اللعبة، حارس المرمى يأشر المدرب بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول، يأشر له تايم أوت، يا أخي يعني أخذ التايم أوت، إحنا قاعدين صيح ليش وقت وقت راح تأخذ التايم أوت؟ لأنه يعني تفريق لما تريد تحد من نشاط على الأقل توقف حتى تأخذ أنت فد شغلة مضادة تشتغل ضده. الحلول اللي كانت مصائبة، ماكو حلول. إحنا نقول الشوط الثاني هو شوط المدربين أستاذ محمد. نعم. فالشوط الثاني لم نعم القيادة نعم الإماراتية التدريبية اشتغلت بطريقة. نعم. ووصلنا أكيد مدرب وصلنا الحافة الهاوية، إحنا نقول اللي إحنا بنهاية المباراة وخليناهم يفوزون علينا 55 ثانية ما عرفنا نتصرف بها، نفر كرة ورا فد 20 ثانية، يا أخي أخذ التايم أوت بدال ما تأخذه قبل هذا الوقت، خلي تفر كرة، يعني أنا هنتربت ترى المنتخب الوطني بس المباراة هذه. أستاذي أستاذي هي أنا قلت لك ليش وصلنا الحافة الهاوية وقمنا نبحث عن الثواني الأخيرة حتى حتى نتعادل أقل شيء أو نفوز أو إحنا ليش نوصل هالمرحلة وإحنا بالبداية إحنا متفوقين، إحنا مسيطرين ومتفوقين. نعم. ما هذه يعني معناتها الحلول، نفس الخطأ يكرر، ماكو علاج لنفس الخطأ، يعني تفهمني، يعني مثلا الولد أخفق يقول لك المرات الأخوة بعضهم يقول لك المدرب شو يريد يسوي إذا اللاعب ضيع جزاء، إذا اللاعب فات شي فكر متبني عندكم؟ أكو هي شي فكر بالاتحاد؟ لا مو باتحادنا، يعني من الناس اللي أسرة كرة اليد مثلا تتناقش فيهم يقول لك المدرب شو يريد يسوي، لا هاي من ضمن واجباته، إذا لاعب أخفق برمية جزاء فيفترض أكو أكثر من لاعب أن يكون مؤهل لإداء رميات السبعة متر، بالإضافة إلى أنه لما يغيب علي عدنان لازم أكو بديل، لازم أندار على مصطبة الاحتياط، إحنا كرة اليد لعبة سريعة خشنة عدائية متعرضين للإصابات، أنا لازم أخلي على طول وبالي أنه هاي الإصابات تفقدني كثير من اللاعبين، لازم دكة الاحتياط، أفقد كلمة الاحتياط لأنه كل لاعب اللعبة سريعة تتطلب مجهود عالي، مو يطلع لاعب يأثر على سير فريق كامل أستاذي. نعم. فيعني دكة يعني الاحتياط، يعني هسه أنت علي عدنان يعني ثيم الفريق كان ووضع الفريق تأثر جداً بغياب علي عدنان. أحسن، هذه وحدة. نعم نعم، علي عدنان قوة ضاربة ما يستهان بها. شو تعور قبل هو بالدوري مال العام يعني أصور تعور وأخذ علاج ورجع بالمعسكر الأول، بس ما سؤال كثرة اللاعبين النجوم في نادي واحد بها أضرار على الأندية الأخرى ومستوى كرة اليد. نعم. أنا أتحدث عن التخمة اللي يتمتع بها نادي الشرطة. نعم. قبل سنة إذا تذكر كاتحاد مثل ما أنت طرحنا فكرة أنه توزيع أعضاء المنتخب الوطني على الأندية، على الأندية. وأنا كل نادي يحق له بأربعة لاعبين، وهم اللاعبين يعني شقد يعني هم راح يكونوا الأربعة بالملعب منتخب وطني. نعم. فالدوري العام ظهر بطريقة أفضل، جميلة فنيا، يعني تقارب المستويات. بعدين اللاعبين الفائض اللي العدد اللي صار عندك قسم قعد. نعم. الأندية تعرف الأنديتنا المؤسساتية هي اللي تستقطب اللاعبين، والباقيين يعني يبحث عن نادي وراح هنا وهنا، تشتتت الجهود. رجع هذه الفترة، أنا بالبداية نادي الطلبة
عاد للظهور خلال هذا الدوري، واستقطب لاعبين شباب، لاعبين بقيادة المدرب دكتور رعد خنجر، عملوا يعني بطريقة جميلة احترافية. يعني وشفنا أول مباراة بينه وبين الشرطة وكاد أن يفوز بها فريق نادي الطلبة. يعني مرات لما الخبرة أمام الشباب تهم تشوفها مباراة ممتعة. يعني فإحنا نبحث أولا وأخيرا عن فائدة اللعب، ليس الفائدة المادية وإنما فائدة أنه فنية. دائما نعم ديمومة استمرار عمله. ست اعتبار يعني شاطرين الرأي، غياب دوري الفئات العمرية يؤثر كثيرا على مستوى اليد، وخصوصا أيضا أرجع وأقول يعني الدوري النسوي اللي مفتقر على كردستان وعدد ضئيل من الأندية في الوقت اللي احنا كنا نمتلك 10 أندية تلعب دوري ممتاز نسوي، وعدنا 10 أندية تلعب دوري ممتاز رجال، وعدنا فئات عمرية. صح. شو وقت راح يرجع؟ انتم الان اتحاد يعني استاذ العام، انا كنت موجودة ببغداد ونظمنا تجمع بصراحة للفئات العمرية ناشئين على المركز التخصصي اللي صار بالضبط، وكانت القاعة غير آهلة، والقاعة اللي ثانية ما هي هذه، ما أنت تشتغل بأدواتك يعني سنتو قاعة ما عندكم كرة يد لحد الآن، وأنت تعرف أنت سيد العارفين ما عندنا مركز خاص بكرة اليد. بالمناسبة ترى اللجنة البارالمبية ترى سوت قاعة خاصة بيها. نعم. واستقطعت من ميزانياتها وكلفتها 5 مليون دولار. لا 2 مليون دولار. والله 2 مليون دولار تجيب ليها استاذ محمد وتعطيك ارقى قاعه ويجيك اروع جمهور بكره اليد، لانه احنا كره اليد العراقيه تعرف انت يعني ناس متعطشه الوجود بيت يحتضنها. طيب. زين فالدوري عفوا استاذ محمد الناشئين، يعني العام سوينا تجمع للناشئين والسيدات، ومرات حتى يعني مثلا كفكر اتحادي واني جزء من هذا الاتحاد، انه لو فرضت مثل ما كنا قبل نسوي هاي الفكرة انه مصاحب خلي يكون فريق للناشئين مع هذه، بس الأندية ما تملك المال والدعم الكافي حتى احنا تشترك. الوقت دركنا ووصلنا الى الدقائق الأخيرة، وانا سعيد بتواجد حضرتك معايا الآن. الله يحفظك. ما هي الخطوات اللي راح تتخذوها كاتحاد لانتشال، او مو لانتشال وانما لاعاده هيبه كره اليد العراقيه بدقيقتين؟ والله ان شاء الله مثل ما انت قلت لازم احنا نسوي جلسه مفتوحه ومع مناقشه كافه المحاور والمواضيع اللي تخص ابناء اللعبه كمدربين كحكام كلاعبين كاداريين، وما تحقق وما سيتحقق. ومثل ما قلت لك من هذا منبرك اتصور حان موعد استقدام المدرب الاجنبي بالفئات العمريه، يعني ناشئين وشباب. انا ما اطمح يعني ما اقول مدرب اجنبي، خلينا نبني صح البيت، لما انت تحط اساس صح اكيد راح يصعد ويعلى، اما اذا اساسه راح يصير به اختلال اكيد راح يميل للهاويه. فاحنا خلينا نبدي صح ونبلش صح، اكيد البناء يعمر ويصعد ان شاء الله بهمه الخيرين من ولدنا ولاعبين. من يا مدرسه راح تذهبون للمدرب الاجنبي؟ والله اكثر من فكر استاذي، اكثر من فكر، وانت تدري هاي الاقرب اني يعني بصراحه اميل اكثر شيء للالمانيه، بس ما يجي الماني بالضبط في العراق بالضبط، بس اني حاليا اقول لك يعني بما انه مصر تاهلت كأس عالم ممكن نجيب مصري؟ ممكن نجيب، ليش؟ لأن المصري كادح مثلك مثل الشعب العراقي. نعم. وعقليته أيضا متفتحة وأنت لو تجي الخليج العربي ثلاثة أربعة مدربية أو مصريين. نعم. ست اعتبار أتقدم لك بشكر جزيل، يعني اليوم أثريتيني اليوم بكثير من المعلومات، لكن يعني أنا أعتذر في داخلي غصة لأنه يعني هذا بلد وتاسع على آسيا، كنا نمني أن نكون سادس وخامس، كنا بدورة الألعاب الآسيوية خامس على آسيا وهو مركز كبير جدا. فأجدد لك شكري وامتناني وتحية إلى المدرب القدير ظافر عبد الصاحب اللي أتمنى له الموفقية والنجاح، وترى الانتقاد شيء جدا منطقي ومهني، فأرجو أن يتسع صدرك وافتح تليفونك حتى نحكي يعني. شكرا مرة أخرى ست اعتبار، بس أقول كلمة أستاذ محمد إنه الاختلاف بالوقت بالرأي لا يفسد للودي قضية، يكون أعزائي أخوتي. الله يرضى عليك، شكرا جزيلا. الله يرضى عليك، شكرا جزيلا. سادتي الأحبة، كل الموفقية لمنتخباتنا الوطنية وإلى اتحاد كرة اليد وإلى كل الاتحادات الرياضية أن تحقق ما
نرجو من عندهم هو الإنجاز أكيد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي كانت فيها ضيفتي الكريمة اعتبار محمد نائب رئيس اتحاد كرة اليد. أكيد يوم غد عندنا حلقة فيها الكثير الكثير من الأمور راح نناقشها في الشوط الثالث. أنقل لكم تحيا زملائي في استوديو البث في الكنترول ومن المخرج المبدع دائما علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. طبتم في أمان الله، إلى يوم غد أقول لكم في أمان الله.